حقيقة أنا معجبة جداً جداً بالشغل اللي بتقوم بيه الدولة وزارة السياحة والأثار في الترويج للأثار والمحافظات اللي عندنا، بالأخص طبعاً بعد التطوير اللي احنا شاهدناه في بعض الأماكن، وتشجيعها كمان على السياحة الداخلية، المصريين اللي بيروحوا ويزوروا أماكننا الجميلة بدل ما بنروح نسافر برا. وطبعاً يعني في ظل الظروف اللي احنا فيها سفر لبرا ما بقاش متاح قوي زي الأول، ولكن دي كانت يمكن الفترة الأخيرة فرصة ان احنا نكتشف أماكننا ونكتشف بعض الأماكن السياحية الجميلة اللي عندنا هنا في مصر. وزارة السياحة كمان قامت بجهد كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، آخرها كانت روجت وزارة السياحة والآثار بفيديو قصير كده جديد على مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بيها وبالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي عن محافظة مطروح. ده كان في إطار الحملة الدعائية اللي أطلقتها أول أيام شهر سبتمبر الحالي على هذا الموقع للترويج لمحافظات المصرية المختلفة، وتستمر لمدة 27 يوم بواقع محافظة كل يوم احتفالا بيوم السياحة العالمي، واللي بيتم الاحتفال به يوم 27 سبتمبر من كل سنة. معنا دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية. صباح الخير. صباح النور، اهلا وسهلا بحضرتك. تقول لي ايه للناس طبعا بما انه اخر فيديو لوزارة السياحة والآثار عن مطروح، تقول للناس ايه عن محافظة مطروح؟ ليه نزور محافظة مطروح؟ الحقيقة طبعا هو محافظات مصر كلها غنية بالمنتج السياحي، ولكن طبعا محافظة مطروح بتتميز بأنها فيها دلوقتي فيها طبعا جزء كبير من الآثار، بالذات آثار العالمين، وكان في آثار فرعونية، وفي كانت مقابر اللي هي بتاعت بعض الأجانب من الحرب العالمية الثانية إلى آخره، بالإضافة إلى محافظة مطروح بتشمل حاجات كتيرة منها الشواطئ زي الساحل طبعا. في نفس الوقت التطوير اللي حصل في البنية الجديدة خلال الفترة الماضية في سواء الأبراج أو الفنادق اللي نشأت، ففي تطوير كبير للبنية التحتية لكل محافظات مصر ومن ضمنها مطروح. في طبعا الصحراء هناك، في قصدي الصحراء والرمال اللي هناك، في منتجات كتيره سياحيه بتتميز بيها مطروح. واحنا شايفين ان مش محافظه مطروح بس، كافه المحافظات او 27 محافظه بتتميز بكل محافظه بشيء معين، وده لما بتصل المعلومه للمصريين في الداخل، وده الاعتماد القادم الفتره القادمه على السياحه الداخليه نتيجه لظروف كوفيد 19، هتهيئ كتير من الظروف للناس انها تزور محافظات مختلفه. لاي مدى يا فندم السياحه الداخليه اللي احنا شاهدناها الفتره الاخيره، وايضا يمكن الدعايه اللي قامت بها وزاره السياحه والاثار والعروض اللي قامت بها ايضا الوزاره كانت مهمه للسياحه الداخليه، ولاي مدى السياحه الداخليه فعلا ممكن ان هي توقف هذا القطاع على رجله لو ممكن نقول؟ هو لا، السياحه الداخليه مهمه جدا طبعا، وهي اللي بتعتمد عليها كافه دول العالم مش مصر بس في ظل جائحه كورونا، لان هي البديل للسياحه الدوليه، لان السياحه الدوليه متوقفه. القطاع السياحي العالمي كسر حوالي 4 تريليون دولار خلال السنتين الماضيتين، فالاعتماد الاكثر طبعا الفتره الماضيه على السياحه الداخليه، ولكن السياحه الداخليه برضو ده دوران لراس المال الداخلي، يعني كلها مش بالعملة الصعبة دي، بالجنيه المصري داخل مصر، وبتبقى موسمية. ولكن هي الهدف الأساسي منها إنها حركت القطاع السياحي، حركت قطاع الفنادق، حركت قطاع الطيران، حركت قطاع النقل السياحي. بس هي إحنا زي ما إحنا بنقول موسمية، ممكن تمتد لغاية سبتمبر لما تبتدي الجامعات أو المدارس أو كده بتبتدي تخف قوي السياحة الداخلية، وبننتظر حتى أجازة منتصف العام ونبدأ تاني مرة أخرى. ولكن إحنا في عندنا طبعا في مصر لم تتوقف السياحة الوافدة أو المستجلبة، وصلت أعداد كبيرة نتيجة طبعا للإجراءات الاحترازية اللي أخذتها الدولة نتيجة للاستعدادات. المحافظات كذلك زي ما حضرتك قلت، محافظة مطروح أو غيره، في مطارات كبيرة، في مطارات تتبع للمقاييس العالمية بتجيلها طيران شارتر برضو في مطروح، في يعني في المحافظات الاخرى بقى المحافظات السياحيه، في مطار بقى مثلا في محافظه سوهاج، في مطار في محافظه الاقصر، في مطار في شرم الشيخ، في حاجات اتعملت كتيره في بعض المحافظات
وفي الطيران الشارتر اللي استخدم داخليا ما بين المحافظات والطيران لبعض المستثمرين أدى برضو إلى رواج السياحة الداخلية بالطيران الشارتر. في بعض الدول كانت فاتحة سياحة، زي إحنا طبعا كمصر استجلبنا أعداد كبيرة جدا من السياح في ظل كورونا، مش قصدي أعداد كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، ولكن في أجانب جولنا كتير، يعني إحنا بنتكلم على 500,000 سائح شهري مثلا الفترات الماضية، شهر 6 وشهر 7 وشهر 8 كل شهر ما يقرب من 500,000 سائح، وده ثقة في الأمن والأمان في مصر، ثقة في الإجراءات الاحترازية اللي اتخذتها الدولة، ثقة في المقاييس العالمية بتاعت المطارات والمحافظات المختلفة اللي بينزلها الطيران الشارتر، طبعا عودة السياحة الروسية الفترة القادمة مع بعض السياحات الأخرى. يعني الأجانب ابتدوا يوفدوا إلى مصر بشكل معقول ومناسب، فده هيغطي فترة السياحة الداخلية اللي مش موجودة، ولكن طبعا احنا ما نقدرش نستغنى عن السياحة الداخلية الفترة القادمة، لأن أنا بتوقع منظمة السياحة العالمية أن تتعافى السياحة بعد عام 23، بيتوقعوا أنها تصل إلى معدلاتها اللي كانت موجودة قبل كده بعد عام 23، فالاعتماد الكلي هيكون على السياحة الداخلية الفترة القادمة، ولكن زي ما بقول لحضرتك هي موسمية، يعني فترة خلاص دلوقتي هننتظر، ولكن احنا متوقعين برضو ان السياحة الوافدة والمستقلبة هتقوم باجتذاب عدد كبير من الدول، وخاصة الطيران الشارتر الفرنسي، قصدي ناس من فرنسا من اسبانيا بينزل الأقصر، في طيران بينزل في الغردقة او شرم الشيخ الى اخره، وطبعا عندنا الطيران المنتظم اللي هو الطيران بتاع الدول المختلفة بينزل القاهرة بعدد من السياح، ولكن مش بنفس الأسعار اللي بتبقى موجودة بالنسبة للطيران الشارتر بالنسبة للسياحة الأجنبية. تمام، أنا بشكرك دكتور حسام هزاع الخبير السياحي وعضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، شكرا لحضرتك يا فندم.